السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس لدروس المرحلة المتوسطة الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات. موضوع درسنا اليوم بعنوان مساحة الدائرة. سنتعلم اليوم بمشيئة الله إيجاد مساحة الدائرة. ما هو قانون مساحة الدائرة؟ وكيف أحسب مساحة الدائرة؟ هذا ما سوف نتعلمه في هذا الدرس. لدينا التمهيد التالي لإيجاد مساحة الدائرة. يمكن تجزئة الدائرة إلى أجزاء صغيرة، وبترتيب هذه الأجزاء لتكون متوازي أضلاع. لاحظ أن ارتفاع متوازي الأضلاع هو نصف القطر للدائرة، وأن القاعدة لمتوازي الأضلاع هو نصف المحيط للدائرة. لحساب مساحة متوازي الأضلاع، نصف المحيط مضروبا في نصف القطر. بالإمكان استبدال المحيط والتعويض عنه بقانون محيط الدائرة 2 طاء نق. بالتبسيط هنا على 2 بواحد. المتبقي لدينا طاء ضرب نق ضرب نق. إذن طاء مضروبا في نصف القطر تربيع، وهو قانون مساحة الدائرة. التعبير اللفظي: مساحة الدائرة تساوي ناتج ضرب طاء في مربع نصف القطر. النموذج: لاحظ نصف القطر رمز نق. الرموز: ميم أي مساحة الدائرة تساوي طاء وهي 3.14 تقريبا أو 22/7، نق أي نصف القطر تربيع. المثال الأول: احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور. لدينا نصف القطر في الدائرة بـ2 سنتيمتر. إذن مساحة الدائرة تساوي الطاء في نق تربيع. بتعويض الطاء بـ3.14 ونصف القطر بـ2. 2 تربيع أي 2 ضرب 2 وتساوي 4. 4 ضرب 3.14 تساوي 12.56 تقريبا. إذا مساحة الدائرة تساوي 12.6 سنتيمتر مربع تقريبا. المثال التالي: احسب مساحة دائرة نصف قطرها 3.2 سنتيمتر. قرب الناتج إلى أقرب عشر. إذا لدينا في الدائرة نصف القطر بـ3.2. القانون لمحيط الدائرة: طاء مضروبا في نصف القطر تربيع. تعويض الطاء بـ3.14 ونصف القطر بـ3.2 تربيع. 3.2 تربيع أي 3.2 ضرب 3.2، ناتج ذلك يساوي 10.24. 3.14 ضرب 10.24 تساوي 32.2 تقريبا. إذن مساحة الدائرة تساوي 32.2 سنتيمتر مربع تقريبا. المثال التالي: مسألة نقود. احسب مساحة الوجه الظاهر من قطعة النقود في الشكل المجاور. قطعة النقود لدينا قطرها كاملا 24 مليمتر.
قانون مساحة الدائرة يستخدم فيه نصف القطر. إذن الخطوة الأولى حساب نصف القطر لقطعة النقود 24 مليمتر ضرب نصف، إذن نصف القطر 12 مليمتر. قانون مساحة الدائرة طاء مضروبا في نصف القطر تربيع، كم قيمة الطاء يا أبطال؟ أحسنتم، 3.14 أو 22/7، ونصف القطر ب12، 12 تربيع كم تساوي؟ نعم بارك الله فيك، 144، 12 ضرب 12، 3.14 ضرب 144، ناتج ذلك يساوي 452.16 تقريبا. إذن مساحة قطعة النقود تساوي 452.2 مليمتر مربع تقريبا. المثال التالي، برك سباحة طليت أرضية بركة سباحة دائرية باللون الأزرق. إذا علمت أن قطر أرضية البركة 9 أمتار، فما المساحة التي طليت باللون الأزرق؟ القطر 9 متر، إذن نصف القطر كم يساوي؟ صحيح، إذن نصف القطر 9 ضرب نصف، نصف القطر يساوي 4.5 متر. إذن بحساب مساحة البركة طاء ضرب نصف القطر تربيع، وذلك لأن البركة دائرية، الطاء 3.14، نصف القطر 4.5 تربيع، 4.5 تربيع تساوي 20.25 مضروبة في 3.14 تساوي 63.585. ويعني ذلك أن المساحة التي طليت باللون الأزرق تساوي 63.6 متر مربع تقريبا. ملاحظة، القطاع هو جزء من الدائرة محاط بنصفي قطر. المثال التالي، رسم محمود دائرة قطرها 16 سنتيمتر، ثم قام بتلوين نصفها. احسب المساحة التقريبية للقطاع الذي لونه محمود. هل المساحة التقريبية للقطاع تساوي 100 سنتيمتر مربع، أم 402 سنتيمتر مربع، أم 201 سنتيمتر مربع، أم 804 سنتيمتر مربع؟ لحساب ذلك سوف نوجد مساحة الدائرة كاملة، طاء نق تربيع، نصف القطر لدينا كم يساوي؟ ممتاز، ب8، 16 هو القطر كاملا، إذن نصف القطر ب8، 8 تربيع أي 8 ضرب 8 تساوي 64، 64 مضروبة في 3.14 تساوي تقريبا 200. لاحظ أن 200 هي مساحة الدائرة كاملة. قياس الجزء الملون 180 درجة، الدائرة كاملة 360 درجة، بالتبسيط النصف أو 1/2. إذن الجزء الملون هو نصف مساحة الدائرة. مساحة القطاع تساوي نصف 200، إذن تساوي 100 سنتيمتر مربع. بذلك فإن الإجابة هي الاختيار ألف. المثال التالي، رسم سلمان دائرة نصف قطرها 7 سنتيمترات ودائرة أخرى نصف قطرها 10 سنتيمترات، ما الفرق التقريبي بين مساحتي الدائرتين؟
هل الفرق التقريبي بين مساحتي الدائرتين 28 سنتيمتر مربع أم 40 سنتيمتر مربع أم 160 سنتيمتر مربع أم 254 سنتيمتر مربع؟ سوف نقوم بحساب مساحة كل من الدائرتين ونطرح لحساب الفرق بينهما. إذا مساحة الدائرة الأولى طاء في نق تربيع، نصف القطر بسبعة، إذا سبعة تربيع كم تساوي؟ ممتاز، 49. 49 ضرب 3.14 تساوي 153 سنتيمتر مربع تقريبا. بحساب مساحة الدائرة الثانية طاء ضرب نق تربيع، قيمة الطاء بثلاثة وأربعة عشر من مئة، نصف القطر بعشرة، عشرة ضرب عشرة كم يساوي؟ أحسنت، 100. إذن ثلاثة وأربعة عشر من مئة ضرب مئة تساوي 314 سنتيمتر مربع. لحساب الفرق بين مساحتي الدائرتين 314 ناقص 153، وناتج ذلك يساوي 161 سنتيمتر مربع، أي تقريبا 160 سنتيمتر مربع. إذن الإجابة هي الاختيار جيم. تقويم: احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور. فاصل، ابدأ الحل. لدينا 5 سنتيمترات هي نصف القطر. ما هو قانون مساحة الدائرة؟ نعم، طاء مضروبا في نصف القطر تربيع. إذن 3.14 من 100 ضرب 5 تربيع. 5 تربيع كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 25. 5 ضرب 5 تساوي 25. 25 مضروبة في 3.14 من 100 تساوي 78.5. إذن مساحة الدائرة تساوي 78.5 سنتيمتر مربع تقريبا. التقويم التالي: احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور. فاصل، ابدأ الحل. لاحظ أن الدائرة بقطر كامل، والمطلوب لحساب مساحة الدائرة هو نصف القطر فقط. إذا نصف قطر الدائرة 6 متر ضرب نصف تساوي 3 أمتار. طاء ضرب نصف القطر تربيع، تعويض نصف القطر بثلاثة، ثلاثة تربيع أي ثلاثة ضرب ثلاثة وتساوي 9. 3.14 من 100 ضرب 9 تساوي 28.26 من 100، ويعني ذلك أن مساحة الدائرة تساوي 28.26 من 100 متر مربع تقريبا. تقويم: اكتشف الخطأ. يحاول كل من مشعل وسعود حساب مساحة دائرة قطرها 16 سنتيمتر، أيهما على صواب؟ وضح إجابتك. ذكر مشعل أن المساحة تساوي طاء مضروبة في 8 تربيع، وناتجها يساوي 201 سنتيمتر مربع. وذكر سعود أن المساحة تساوي طاء مضروبة في 16 تربيع، وتساوي 804 سنتيمتر مربع. أي الإجابات هي الصحيحة؟ هل هي إجابة مشعل أم إجابة سعود؟ لاحظ أن الإجابة الصحيحة هي إجابة مشعل، وإجابة سعود خطأ. السبب: لأن سعود قام بتربيع القطر بدلا من نصف القطر. اختر الإجابة الصحيحة.
مساحة دائرة نصف قطرها 6 أمتار تساوي تقريبا 58 متر مربع، 94 متر مربع، 113 متر مربع، 145 متر مربع. 6 هو نصف القطر. بحساب مساحة الدائرة طاء ضرب نصف القطر تربيع، قيمة الطاء 3.14. نصف القطر لدينا 6، 6 تربيع أي 6 ضرب 6 أحسنت تساوي 36. 3.14 ضرب 36، إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث. إذن مساحة الدائرة تساوي 113 متر مربع تقريبا. التقويم التالي: مساحة قطعة سجاد دائرية الشكل نصف قطرها 1 متر، هل تساوي المساحة 3.14 متر مربع أم 9.5 متر مربع أم 20 متر مربع أم 35 متر مربع؟ بحساب مساحة قطعة السجاد، بما أنها قطعة دائرية إذن المساحة تساوي طاء مضروبة في نصف القطر تربيع، قيمة الطاء التقريبية 3.14 ضرب نصف القطر. نصف القطر لدينا بواحد، واحد تربيع أي 1 ضرب 1 بـ1، 3.14 ضرب 1، إذن مساحة قطعة السجاد تساوي 3.14 متر مربع تقريبا. السؤال التالي اختيار من متعدد: رسم سعود الدائرة المجاورة وقام بتلوين جزء منها، ما المساحة التقريبية للقطاع الذي قام سعود بتلوينه؟ هل المساحة التقريبية للقطاع الملون تساوي 38.5 سنتيمتر مربع أم 154 سنتيمتر مربع أم 310 سنتيمتر مربع أم 616 سنتيمتر مربع؟ لمعرفة المساحة للقطاع سوف نقوم أولا بحساب مساحة الدائرة كاملة، إذن طاء ضرب نصف القطر تربيع. نصف القطر لدينا 14، إذن 14 تربيع، 14 تربيع أي 14 ضرب 14 وتساوي 196 مضروبة في 3.14، ناتج ذلك يساوي 615.44 تقريبا. لاحظ أن الجزء الملون هو بقياس 90 درجة. قياس الدائرة كاملة 360 درجة. بالتبسيط فإن ذلك يساوي 1/4، إذن بضرب المساحة للدائرة كاملة في ربع، مساحة القطاع تساوي 615.44 مضروبة في ربع، ناتج ذلك يساوي 153.86. بالتقريب فإن ذلك يساوي 154، وهي الإجابة باء. تعلمنا اليوم درس مساحة الدائرة، وتعلمنا طريقة حساب مساحة الدائرة باستخدام القانون طاء، وهي القيمة التقريبية 3.14 أو 22/7 مضروبة في تربيع نصف قطر الدائرة. شاكر ومقدر لكم متابعتكم.
متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.